شكرا على هذا التقييم وعلى هذا الالتقاء وهذا النقاش الحالي ما يدل بالفعل على ان نقضنا بالفعل في كثير من التساؤلات وفي المقابل. ساقف عند المحاضره الاولى للدكتور سماحه منصور الشباب. يعني بالطبع انا لا اشك في صدقك وفي جهدك وفي ما قدمته من معلومات وبعضها كبير ثمين. انا معك في ان اغلب ما يشمل بعض التفاصيل والدقائق، لكن نقول نحن في عصر جوجل، وجوجل مخلوق صناعي تكنولوجي هبه من هبات السماء يمكننا من معرفه كل المعلومات التي نحتاجها في ظرف ثواني. ولذلك لا تحزن صديقي كثيرا على ان الذين استجوبتهم لا يعرفون مساحه المسجد الاقصى. الامر الان ثم باحث فرنسي معروف كتب كتاب اسمه لا ريزون جرافيك، العقل الكتابي، وبين ان العقل البشري حينما اخترعت الكتابه كان يجمع بين وظيفتين التفكير والتسجيل. يقول الكتابه اعفت هذا العقل من التسجيل، هذا قال منذ العصر اليوناني. اذا نحن في عصر جوجل والانترنت وهذه الاعتيادات، واهنئك ان الامر لا يدعو الى القدس في قلوبنا وفي عقولنا، وحتى ان لم نكن نعرف مساحتها فنحن نعشق الله وسنظل المدافع عنه. لكن انا ساطرح معك بكل صراحه مساله تتعلق بالمنهج. يا صديقي ما قدمته كانك لا تنتمي الى حضاره فيها ابن خلدون وفيها مقدم ابن خلدون الذي منذ قرون يعني كيف ثار على منهج المؤرخين قبله وثار على هذا البعد العقلاني والخرافي والسحري الذي ملا كتب المؤرخين السابقين. حينما تختلف انت وتقول لي هناك روايات ثلاث راجحه، ان الملائكه هي التي بنت المسجد الاقصى، او ان ادم هو الذي بنى المسجد الاقصى، الا تسال الملائكه يا صديقي تاكد انها لم تبني المسجد ولا تبني شيئا. انا لا اريد ان ادخل معك في التفاصيل، اقول لك مثل هذه المحاضره لا يمكن ان تجعلنا في موقع قوه لنواجه عدوا اسرائيليا متطورا. انا اعرف اوروبا واعرف فرنسا، اغلب الباحثين في ميادين الفلسفه وفي ميادين الرياضيات وفي ميادين التكنولوجيا هم من اليهود. هل يمكن ان نقاوم ان نجادل عدوا اسرائيلي صهيوني متبذل بمثل هذه العقليه؟ اقول لك صديقي من جديد، انا لا اشك في صدقك في جهدك، لكن اشك كل الشك في عقلانيتك. انا اريد محاضره حين يسمعها الطالب في هارفارد او في السوربون يقتنع بها، وانا فعلت ذلك. يجب ان تكتب بطريقه تخاطب العقل الكون او جمهور الكون الذي لا يكون عربيا ولا يكون مسلما بالضروره. اذا ما قدمته وخاصه قضيه الملائكه وجنس الملائكه مساله اختلف فيها معك واؤكد لك، وانا على ما اقول شهيد او الله على ما اقول شهيد، ان الملائكه لم تكن ولا تكن، وحتى ادم لم يكن او لم يكن له تكوين تكوينا هندسيا حتى يبني ما يمكن ان يبنيه. انتقل الى مساله ملاحظه فقط بالنسبه الى المداخله الاخيره. بالفعل انا استغربت وقضيه الاهواز بسرعه نجمة التفاصيل، لكن ما قيل ان يسوغ بين العدو الصهيوني وبين كلفه العدو الايراني، انا استمعت فقط الى خطبه قالها متطرف من الخليج يدعي انه دكتور يتحدث عن التشيع كما لو كان اللعنه الالهيه في التاريخ، ويقول حرفيا ان عدونا الحقيقي ليس اليهود وليس اسرائيل بل هو الايران. من يقول هذا الكلام؟ اولا يجب ان نحترم عقول الناس. نحن باحثون صحفيون شارعيون، فلا يمكن ان يقال هذا الكلام لانه في المحصله النهائيه. مثلا